هل يكفر من سب أحد الصحابة؟ لا يكفر، لكنه يعتبر من النفاق. ما يبغض الصحابة إلا منافق، معلوم النفاق. وإن كان أبغضهم من أجل صحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم من أجل دينهم هذا كفر بلا شك. أما إذا كان بغض شخصي فقط هذا كبيرة من كبائر الذنوب يخشى عليه من الكفر.